التحية تأتيكم مشاهدينا من نشرة الأخبار من الإمارات. وفي أبرز العناوين، رئيس الدولة ونائبان يهنئون رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده. محمد الشرقي يزور الوالد راشد سعيد اليماحي والوالدة حلاوة اليماحي في منطقة الدويين بالفجيرة. عمار بن حميد يستقبل سفيرة الدولة لدى مصر. بلدية الفجيرة تبحث المشاريع التطويرية مع شركة ساينوبيك الصينية. وفي النشرة أيضاً انطلاق النسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبو ظبي. إلى التفاصيل، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الحسن وتارة رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة ذكرى استقلال بلده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الحسن واتارا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روبرت بودري مبابي رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار. زار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله الوالد راشد سعيد هنيدي اليماحي والوالدة حلاوة اليماحي في منزلهم بمنطقة الطويين بإمارة الفجيرة. ودون سموه في منصة إنستغرام: زرنا الوالد راشد سعيد هنيدي اليماحي والوالدة حلاوة اليماحي في منزلهم بمنطقة الطويين بإمارة الفجيرة، قضينا بصحبتهم وقتا طيبا وتبادلنا الحديث حول مختلف المواضيع الاجتماعية التي تعزز مفهوم التواصل بين الأجيال وتعكس أبهى أشكال التلاحم الوطني في وطننا الغالي. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بمكتبه في الديوان الأميري اليوم سعادة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، ذلك بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان. وتبادل سموه مع السفيرة خلال اللقاء الأحاديث بشأن أهمية العلاقات الأخوية مع جمهورية مصر الشقيقة والتي تعد تاريخية واستراتيجية وتقوم على الثقة والتفاهم والمصير المشترك. هذا وأكد سموه أهمية دور ممثلي بعثات دولة الإمارات في الخارج في تعزيز علاقاتها الخارجية وخدمة مصالحها العليا، إضافة إلى بناء جسور التعاون مع دول العالم على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، بجانب تقديم صورة طيبة عن الدولة وشعبها وقيمها وثوابتها الداعية إلى السلام والحوار والتعاون والذي يصب في مصلحة الجميع. أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب أن التواصل مع الشباب المبتعث للدراسة في الخارج وعقد مبادرات لتعزيز مداركهم يسهم في خلق بيئة تعليمية نموذجية تدعم قدراتهم وتتيح لهم التعاون لتبادل الخبرات المعرفية، وذلك ضمن إطار تمكينهم الذي يأتي في صميم استراتيجيتنا الوطنية التي تحرص باستمرار على تزويدهم بالإرشادات اللازمة وتوجيههم لتحقيق النجاح الأكاديمي والشخصي والإنجازات العلمية المتميزة التي تنسجم مع أهداف الدولة وتطلعات قيادتها بمستقبل مستدام. جاء ذلك خلال حضور معالي النيادي وسعادة الدكتور فهد اتفاق سفير دولة الإمارات لدى أستراليا حلقة شبابية بعنوان الطالب الإماراتي في أستراليا، والتي نظمتها المؤسسة الاتحادية للشباب في
بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى أستراليا في مدينة سيدني. تعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان وانعدام الأمن الغذائي الشديد والذي يؤثر على أكثر من 25 مليون مواطن سوداني، كما تعرب عن قلقها الشديد عقب إعلان المجاعة في أجزاء من شمال دارفور وخاصة في مخيم زمزم والذي يأوي أكثر من نصف مليون نازح واحتمال حدوث مجاعة في مخيمي أبو شوك والسلام والولايات السودانية التسعة الأخرى والتي يعيش سكانها في ظل مستويات جوع كارثية. وفي هذا الصدد ترحب دولة الإمارات بالاجتماع الذي عقده مجلس الأمن اليوم الذي ركز على الضرورة الملحة لمواجهة حالة المجاعة في السودان، وتشدد أهمية أن يواصل المجتمع الدولي تركيزه على السودان. نظرا للأحداث الراهنة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، تحث سفارة الدولة في دكة جميع مواطنيها المتواجدين في بنغلاديش بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت، كما تحذر الوزارة المواطنين من زيارة المناطق التي تشهد أعمال الشغب والمظاهرات والحرص على تفادي أي تجمعات. وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المتواجدين في جمهورية بنغلاديش الشعبية ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية على الرقم المخصص، كما وتشير إلى ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي كي يتسنى تقديم الخدمات القنصلية الملائمة للمواطنين الكرام. بهدف تعزيز التعاون المشترك ولبحث المشاريع التطويرية، استقبل سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مديرا عام بلدية الفجيرة وفدا من شركة ساينوبيك الصينية. بهدف تعزيز التعاون المشترك بين بلدية الفجيرة وشركة ساينوبيك الصينية وبهدف مناقشة المشاريع التطويرية الرائدة الحالية والمستقبلية في إمارة الفجيرة، استقبل سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة وفدا من شركة ساينوبيك الصينية، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والاطلاع على خطط تنمية وتوسعة حجم الاستثمارات في الإمارة، وناقشا فرص جذب شركات صينية رائدة أخرى مما يسهم في دعم اقتصاد الإمارة، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وأشاد الأفخم بعمق العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الصينية، لا سيما وأن الصين تعد أكبر شريك للإمارات، وأكد أن البلدية تحرص على فتح آفاق التعاون المشترك مع كافة الشركات والمؤسسات والدوائر، حيث تتكامل الجهود وتتكاثف لخدمة رؤية الإمارات. وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة إمكانية التعاون وسبل تعزيز الشراكة بين الطرفين، مشددين على أهمية استمرار التعاون المثمر بينهما لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الأهداف المشتركة بين الجهتين. ضمن فعاليات صيفنا مسدام، نظمت بلدية الفجيرة زيارة لإدارة الدفاع المدني في الفجيرة، تعرف من خلالها الإطفائيون الصغار على ضرورة الالتزام بقواعد واشتراطات الوقاية والسلامة وأفضل الطرق التي يجب اتباعها للتعامل مع الحرائق. كما تعرف الأطفال على الأجهزة والمعدات المستخدمة ومهام رجال الإطفاء والإنقاذ بدءا من تلقي البلاغ وصولا لمكان الحريق، بالإضافة إلى قيامهم بعملية وهمية لإطفاء الحرائق والتعرف على سلامة وصلاحية أجهزة كاشف الدخان ومعدات إطفاء الحرائق. أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية منصة المسؤولية المجتمعية والتي تتضمن عدد كبير من المبادرات. أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية منصة المسؤولية المجتمعية التي تتضمن عدد كبير من المبادرات التي يجري تنظيمها بجهود تشاركية مع موظفي الجمعية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الخاصة والحكومية المعنية على مستوى الدولة، مستهدفة تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى كافة أفراد المجتمع. وبتوجيهات من معالي سعيد بن محمد الرجباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أطلقت منصة مبادرات المسؤولية المجتمعية، وهي منصة رقمية مجتمعية مبتكرة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي وإشراك المجتمع في حصر التحديات وتصميم الحلول المبتكرة لها،
حيث توفر المنصة سلسلة مبادرات إنسانية ومجتمعية نوعية تفتح من خلالها مجالات التعاون والمشاركة مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد داخل الدولة، ويتم من خلالها مد يد العون للفئات المحتاجة وتعزيز قيم ومفاهيم عمل الخير وروح المسؤولية المجتمعية لدى كافة أفراد مجتمع الإمارات، ومنح فرصة المشاركة لأكبر عدد من الجهات وأفراد المجتمع والمساهمة الفعلية في التنمية المجتمعية المستدامة وتعزيز المصلحة الوطنية العليا تنفيذا لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة. بدأت اللجنة العليا المنظمة لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه التحضيرات مبكرا لانطلاق النسخة 11 من الجائزة في دورة جديدة في شهر رمضان المبارك للعام 1446 هجري. بدأت اللجنة العليا المنظمة لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه التحضيرات مبكرا لانطلاق النسخة 11 من الجائزة في دورة جديدة في شهر رمضان المبارك للعام 1446 هجري. وترأس اجتماع اللجنة العليا سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أمين عام جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، بحضور سعادة الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان أطنيجي المدير العام ورئيس اللجنة العليا للجائزة وأعضاء اللجنة، وذلك في اجتماع تمهيدي عقد في مبنى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة. وتناول الاجتماع استعدادات اللجان لتنظيم نسخة استثنائية من جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في دورتها 11 لتعكس الصورة الحضارية للجائزة ودورها الحيوي في ترسيخ قيم السماحة والاعتدال ونشر قيم الإسلام الأصيلة. وناقشت اللجنة أبرز محاور النسخة القادمة من الجائزة وفئاتها الأساسية العالمية بما فيها فئة الترتيل والخطابة والأذان. وأكد سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي أمين عام جائزة التحبير للقرآن الكريم أن الجائزة مستمرة بعطائها في مسيرة مستدامة لتحقيق أهدافها منطلقة من رؤية القيادة الرشيدة للدولة وتوجيهاتها في مختلف المجالات، ومنها تمكين الشباب والاستثمار الأمثل لقدراتهم ودعم مسيرة التميز والإبداع، إلى جانب تعزيز جهود الدولة في تكريس قيم التسامح والمعرفة بتوفير منصات فكرية للطلاق الحضري والحوار المعرفي. مركز أبو ظبي للغة العربية يوقع اتفاقية مع مدينة شخبوط الطبية ضمن مبادرة القراءة في المرافق الحيوية. وقع مركز أبو ظبي للغة العربية اتفاقية تعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة للرعاية المعقدة والحرجة التابعة لمجموعة بيور هيلث، وذلك ضمن المبادرة الرائدة القراءة في المرافق الحيوية. وتسعى الاتفاقية إلى تحفيز أفراد المجتمع على استغلال أماكن الانتظار في إثراء رصيدهم المعرفي والثقافي. وتركز الاتفاقية على تنسيق الجهود بين الجهتين واستكمال نطاق هذه المبادرة المتميزة التي أطلقها المركز تحت مظلة نادي كلمة للقراءة. وبموجب الاتفاقية سيرفد المركز مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأهم إصداراته في مختلف المجالات الفكرية والإبداعية والمعرفية الصادرة عن مشروع كلمة للترجمة وإصداراته، على أن تتضمن عملية اختيار الكتب المعروضة دراسة الإقبال عليها وتحديثها بشكل ربع سنوي لتتماشى مع اهتمامات موظفي المدينة الطبية وزوارها. ومن خلال الاتفاقية سيعمل الجانبان على تمكين دور مركز أبو ظبي للغة العربية الداعم للقطاع المعرفي والثقافي في الإمارة، بما يسهم في تحقيق رؤيته ورسالته الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية والقراءة بين جميع الشرائح المجتمعية. النشرة مستمرة وفيها بعد هذا الفصل. مطار دبي الدولي يستقبل أكثر من 44 مليون مسافر في النصف الأول. أهلا بكم مشاهدينا من جديد.
تحط مئات الأنواع من الطيور المهاجرة رحالها في دولة الإمارات على مدار العام لتنعم بأجوائها وغنية محمياتها الطبيعية، والتي أصبحت محطة سنوية في طريق هجرة هذه الطيور القادمة من أوروبا وأفريقيا وآسيا. تحط مئات الأنواع من الطيور المهاجرة رحالها في دولة الإمارات على مدار العام لتنعم بأجوائها وغنى محمياتها الطبيعية التي أصبحت محطة سنوية في طريق هجرة هذه الطيور القادمة من أوروبا وأفريقيا وآسيا. وتعتبر الإمارات بحكم موقعها الجغرافي وطبيعة مناخها إضافة إلى توفر الملاذات المناسبة محطة سنوية أساسية على طريق الطيور المهاجرة. وتنقسم الطيور المهاجرة إلى أرض الدولة إلى نوعين، هما الطيور المهاجرة الزائرة التي تهاجر من البلد الأم وتستقر في الإمارات كزائرة لمدة غير قصيرة، والطيور المهاجرة العابرة وهي التي تمر في سماء الإمارات مرورا فقط للأكل والشرب والراحة ثم تكمل مسيرتها إلى وجهتها المنشودة. وعلى مدار السنوات بذلت الإمارات جهودا كبيرة في المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية الطيور المهاجرة، وقد برزت هذه الجهود من خلال عدة اتجاهات رئيسية تمثلت في التوسع بإقامة المناطق المحمية التي تشكل ملجأ آمنا للتعشيش والتكاثر ومكافحة التلوث البحري، حيث تشكل البيئة البحرية ملاذا أساسيا للطيور المهاجرة، فضلا عن تنفيذ مجموعة مهمة من البرامج الوطنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي للمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإطلاقها في مواطن انتشارها الطبيعي وفي مقدمتها الصقور والحبارة. الإمارات رائدة إقليميا في علاج سرطان الرئة. عززت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها إقليميا وعالميا في القطاع الصحي، حيث سجلت نجاحات في التعامل مع سرطان الرئة والذي يعتبر من أكثر أنواع السرطانات انتشارا على مستوى العالم. ويؤكد مختصون أن الدولة تعد رائدة إقليميا في علاج هذا المرض، حيث توفر أبرز البروتوكولات العلاجية العالمية لمرضى السرطان الذين اختاروها وجهة للعلاج، ويأتي إلى الدولة مرضى من دول الخليج وبعض الدول العربية. ومؤخرا أصدرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية تصنيفها العالمي للوفيات الناتجة عن السرطان، وجاءت دولة الإمارات ضمن أقل 5 دول من حيث نسبة الوفيات بين 186 دولة. هذا وقد انضمت دولة الإمارات للشبكة الدولية لسرطان الرئة لتكون أول دولة عربية، وتأسست الشبكة الدولية لسرطان الرئة عام 2021 ومقرها لندن، وتهدف إلى جعل علاج سرطان الرئة أولوية عالمية من خلال دعم المجتمع العلمي. ويعتبر سرطان الرئة تحديا صحيا كبيرا يتطلب جهودا متكاملة للوقاية والعلاج، إلا أن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية لعلاج مرضى السرطان بمختلف أنواعه نتيجة لتطور التقنيات والأساليب العلاجية بها، فضلا عن توفر أكثر من 95% من العلاجات المتوفرة عالميا داخل الدولة. هيئة تنمية المجتمع في دبي تكشف عن ارتفاع كبير في عدد رواد مجالس أحياء دبي والتي تشرف عليها الهيئة. كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن ارتفاع كبير في عدد رواد مجالس أحياء دبي التي تشرف عليها الهيئة، سواء لإقامة فعالياتهم الخاصة أو للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الهيئة أو الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار تعزيز التلاحم الاجتماعي بين أهالي الأحياء وما يرتبط بذلك من ترسيخ لمفاهيم الهوية الوطنية وجودة الحياة في دبي. وذكرت الهيئة أنه دعما لتعزيز التفاعل المجتمعي والهوية الوطنية تم تنظيم 74 محاضرة وفعالية توعوية و12 فعالية لتعزيز الهوية الوطنية، فضلا عن 30 جلسة نقاشية ودورات تدريبية متنوعة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة في 13 مجلسا واثنين من مراكز الأحياء التابعة للهيئة. كما استضافت مجالس الأحياء خلال النصف الأول من العام الجاري 192 معرض توظيف، ما يساهم في توفير منصة للربط بين الشركات التي تتيح الوظائف من ناحية والباحثين عن عمل من أبناء المجتمع من جهة أخرى.
وكشفت الهيئة أن المجلس باتت وجهة مهمة لفعاليات أهالي الأحياء، حيث صادفت خلال العام الجاري 187 عقد قران وحفل زفاف مقارنة ب 85 خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى 17 مجلس عزاء، فيما ارتفع عدد زوار المجالس بنسبة 83% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ إجمالي عدد الحضور في فعاليات المجالس والمراكز المجتمعية 20,543 شخصاً، ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه هذه المجالس في تعزيز الترابط الاجتماعي في مختلف المناسبات وأثرها المتنامي في تقديم الدعم المجتمعي. يذكر أن هيئة تنمية المجتمع قد أعلنت بداية العام الجاري عن خطط لتوسيع مجالس أحياء دبي، تتضمن إنشاء مجالس جديدة في الورقاء 2 والبرشاء جنوب الأولى وند الشبا 3 والعوير 2، وحتى على أن ينتهي العمل في إنشاء المجالس في الربع الأخير من العام 2025، بما يخدم في توسيع نطاق الخدمات المجتمعية وتعزيز دور المجالس في تحقيق التنمية المستدامة. خبراء ومتخصصون في مجالي الصحة والتكنولوجيا يؤكدون أن الذكاء الاصطناعي أصبح يؤدي دوراً محورياً في مجال الرعاية الصحية بمختلف جوانبها. أكد خبراء ومتخصصون في مجالي الصحة والتكنولوجيا شاركوا في ندوة علمية موسعة نظمها مركز ترينز للبحوث والاستشارات أن الذكاء الاصطناعي أصبح يؤدي دورا محوريا في مجال الرعاية الصحية بمختلف جوانبها، ولكن هذا الدور لا يؤشر إلى استبدال الأطباء بالروبوتات، بل ستكون عاملا مساعدا لا غنى عنه بالقطاع الطبي في المستقبل القريب، موضحين أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تستخدم فعلياً في تشخيص الأمراض وتحليل الأورام والأشعة، مما يجعلها جزءاً قائماً في منظومة الرعاية الصحية وليست مجرد نقاشات مستقبلية خيالية. وأشاروا إلى أهمية نشر الوعي حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بين المجتمعات العربية لضمان فهم أعمق واستفادة أوسع من هذه التقنيات، إذ أنها تقلل الكلفة العلاجية وتسهم في إدارة الموارد البشرية بكفاءة عالية، وترفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسن بيئة البحث والابتكار، متطرقين إلى مجموعة من التحديات التي تواجه استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، منها ضمان الخصوصية والأمان والبنية التحتية التكنولوجية العالية. مشاهدينا، آخر أخبار المال والأعمال نتابعها سويا كريم مع زميل نداء عربي. بكل تأكيد سارة وأعزائي المشاهدين، آخر وأهم التطورات الاقتصادية إليك نداء. كريم وسارة أهلا بكما، آخر المستجدات الاقتصادية نتابعها معا خلال الفقرة. إليك نداء. أهلا بكم. أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات PLC شركة الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024، وسجلت الشركة صافي أرباح بلغ نحو 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو بلغ 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، وبلغت إيرادات الشركة 6.039 مليار درهم خلال النصف الأول، بزيادة قدرها 42% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم فوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42% لتصل إلى 2.017 مليار درهم. وخلال الربع الثاني من العام الجاري شهدت الشركة ارتفاعا على مستوى الإيرادات بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 3.003 مليار درهم، مع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 28% على أساس سنوي ليصل إلى 764 مليون درهم. وجاء هذا النمو المالي لأدنوك للإمداد والخدمات نتيجة استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لنمو نوعي،
حيث تهدف إلى تنفيذ استثمارات ذات قيمة تراكمية تزيد عن 18.4 مليار درهم إماراتي في فرص نمو متخصصة في اللوجستيات البحرية بقطاع الطاقة بحلول نهاية عام 2028. وإلى خبرنا الثاني، تواصل مؤشرات الأسهم في الإمارات الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد الساعة فقط من بدء التداول. واستعاد مؤشر سوق دبي المالي مستوياته فوق 4200 نقطة بدعم الأسهم القيادية، وزاد أيضا مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2% إلى مستوى 4215 نقطة، وزاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.2% إلى مستوى 9200 نقطة. ففي سوق دبي ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 3%، وسهم بنك التجاري أو بنك دبي التجاري بنسبة 3.6%، وارتفع سهم أجلتي للمخازن بالحد الأقصى. وفي سوق أبو ظبي ارتفع سهم أبو ظبي الأول بنسبة 3% وسهم أغذية بنسبة 8%. وإلى خبرنا الثالث، عن مطار دبي، حيث استقبل مطار دبي الدولي 44.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من هذا العام، أي بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال المطار في بيان صحفي اليوم إن هذا الإنجاز يعكس مكانته كبوابة عالمية رئيسية، وذلك بفضل شبكة وجهته الواسعة والمتنامية التي تربط دبي بأهم الأسواق الدولية، ما يسهم هذا الدور الحيوي للمطار في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والسياحة، بالتالي تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة. وتعكس هذه الأرقام تنامي جاذبية الإمارة والنمو الاقتصادي القوي الذي تشهده. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 115 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024، أي بزيادة قدرها 3.2% عن العام الماضي. وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، يؤكد هذا الأداء القياسي الذي حققناه في النصف الأول من هذا العام أهميتنا الاستراتيجية كمركز عالمي للطيران، مشيرا إلى أن دبي المدن العالمية تتصدر في جذب المواهب والشركات والسياح من جميع أنحاء العالم. إلى أسعار الذهب، انخفضت قليلا اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما ينتظر المتعاملون مزيدا من المؤشرات لتوقع حجم خفض أسعار الفائدة الذي قد يقدم عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي أي البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر. وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 1385 دولارا وستة سنتات للأونصة، وذلك بحلول الساعة 3:10 بتوقيت غرينتش. وتراجعت أيضا العقود الأمريكية الأجلة للذهب بنسبة 3% إلى 2425 دولارا وثلاثة سنتات. وأما بما يخص الأسعار العيارات الشعبية في الدولة لتاريخ اليوم التي بدورها تأثرت بالتأكيد بالأسعار العالمية، فجاءت كالتالي: جاء عيار 24 إلى 289 درهم إماراتي و75 فلسا، وأما عيار 22 فجاء إلى 268 درهم إماراتي و25 فلس، وعيار 21 فجاء إلى 259 درهم إماراتي و75 فلس. وأيضا إلى أسعار النفط التي تراجعت في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء عقب انتعاش وجيز في الجلسة السابقة، وذلك بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، وبحلول الساعة 12:20 بتوقيت غرينتش بعد منتصف الليل انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو ما نسبته 2% إلى 76 دولارا و27 سنتا للبرميل، وتراجع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو ما نسبته 3%، ليتم تداوله قرب 72 دولارا و95 سنتا للبرميل أيضا. ومع هذا الخبر مشاهدينا نختتم أهم الأخبار الاقتصادية لليلة، ونعود إليكما سارة وكريم. شكرا لك نداء على كل هذه الأخبار. ومشاهدين، بهدف إعداد قيادات عالمية في مجال استشراف المستقبل، أكاديمية دبي للمستقبل تطلق البرنامج الدولي الأول من نوعه في المنطقة، برنامج استشعار المستقبل.
أعلنت أكاديمية دبي للمستقبل إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج استشعار المستقبل، وهو برنامج دولي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف لإعداد نخبة من قيادات استشراف المستقبل من مختلف التخصصات وتمكينهم بمهارات توظيف الفرص والتخطيط للمستقبل والاستعداد له وتبني منهجية التفكير القيادي والمستقبلية وتطوير استراتيجيات مستقبلية قابلة للتطبيق انطلاقا من دبي عاصمة العالم لاستشراف المستقبل وتصميمه وتنفيذه. وسيتيح البرنامج الدولي للمشاركين فرصة التعرف على تطبيقات تجريبية لتقنيات مستقبلية واعدة وابتكارات حديثة يتم تطويرها حاليا، إضافة إلى فرصة المشاركة في تجارب عملية متنوعة وورش عمل وجولات في أهم مراكز ومختبرات الابتكار في دبي للاطلاع على أحدث التحولات التقنية التي يتم العمل على تطويرها وتطبيقها في دولة الإمارات. وتشمل الابتكارات التي سيتعرف عليها المشاركون بالبرنامج زجاجا يمكنه تخزين المعلومات 10,000 سنة، والشجرة السائلة التي تمتص ثاني أكسيد الكربون وتنتج الأكسجين، وخوذة العمال المبتكرة التي ترفع كفاءة العمل، ومحركات الصواريخ التي أنشئت بخوارزميات تحولية، بالإضافة لتذوق الأطعمة المستزرعة أو المصنعة في المختبرات وتقنيات مستقبلية أخرى. ويشارك في تقديم البرنامج الذي يمتد ل4 أسابيع نخبة من الخبراء العالميين البارزين في مجالات الاستشراف والتفكير المستقبلي، منهم البروفيسور فاضل أديب الفائز مؤخرا بجائزة نوابغ العرب، إضافة إلى البروفيسور بول سافو والدكتور مايكل شيرمر والدكتور ستيفن نوفيلا والدكتورة دانييل بيلاردو وغيرهم الكثير. ويستهدف برنامج استشعار المستقبل المدراء التنفيذيين من المستوى المتوسط إلى القيادة العليا ورواد الأعمال وقادة الفكر وصانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين والمتخصصين في مختلف المجالات المعنية بتصميم المستقبل. آخر التطورات التكنولوجية مشاهدينا نتابعها سويا مع الزميل كريم الشيباني. شكرا لك سارة. مباشرة أعزائي المشاهدين إلى التكنولوجيا. أدينت شركة جوجل بارتكاب ممارسات مناهضة للمنافسة فيما يتعلق بمحرك البحث الخاص بها، لا سيما من خلال عقود تفرض من خلالها محرك البحث كبرنامج تلقائي عبر الأجهزة حسب قرار أصدره الاثنين قاض في واشنطن. وقال القاضي بحسب الوثائق التي اطلعت عليها أو اطلعت عليها وكالة فرانس بريس إنه بعد دراسة متأنية للشهادات والأدلة توصلت المحكمة إلى استنتاج مفاده أن جوجل شركة احتكارية وقد تصرفت بطريقة تحافظ على هذا الاحتكار. من جهتها اعتبرت وزارة العدل الأمريكية أن هذه الممارسات تنتهك قانون المنافسة معتبرة هذه العقود غير قانونية، في حين أن أداتها البحثية أصبحت أصلاً مهيمنة جداً على السوق. قال إيلون ماسك مالك شركة نيورالينك الناشئة إن الشركة نجحت في زرع شريحتها الدماغية المصممة لمنح المرضى المصابين بالشلل القدرة على استخدام الأجهزة الرقمية من خلال التفكير فقط في مريض ثان مشارك في تجربتها السريرية. وحاليا نيورالينك في طور اختبار جهازها الذي يهدف إلى مساعدة المصابين بإصابات في الحبل الشوكي على ممارسة أنشطة مختلفة من بينها ألعاب الفيديو وتصفح الإنترنت والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحريك مؤشر الفأر الماوس على جهاز الكمبيوتر المحمول. أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إطلاقا روتينيا لرواد فضاء بشركة سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية لمدة شهر لإتاحة المزيد من الوقت لتحليل المشكلات التي تواجه مركبة ستار لاينر التابعة لشركة بوينغ والتي لا تزال ملتحمة بالمحطة حسب وسائل إعلام عالمية. وكان من المقرر إطلاق مركبة الفضاء كرو دراجون التابعة لسبيس إكس وعلى متنها 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في 18 أغسطس، لكن ناسا قالت إن هذه المهمة التي تحمل اسم كرو 9
لن تتم قبل 24 من سبتمبر. قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن تعهدات منصة تيك توك التي قدمتها في وقت سابق بسحب برنامج مكافأة تيك توك لايت بشكل دائم من الاتحاد الأوروبي باتت ملزمة قانونا. وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل إن تيك توك عالج المخاوف التي أثارتها المفوضية الأوروبية في الإجراءات الرسمية المفتوحة ضد المنصة في 22 من أبريل الماضي، ويعمل على ضمان الامتثال لقانون الخدمات الرقمية. وأشار إلى أن المنصة تعهدت بالالتزام بسحب برنامج مكافآت من الاتحاد الأوروبي بشكل دائم والالتزام بعدم إطلاق أي برنامج آخر من شأنه الالتفاف على الانسحاب. ختام التكنولوجيا، عودة إليك سارة. شكرا لك كريم. مشاهدينا تتابعونا بعد الفاصل. الصحة العالمية تحذر من تفاقم الوضع الصحي في قطاع غزة. أهلا بكم من جديد. وفي الشأن الدولي، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النزوح الجماعي في قطاع غزة له تأثير خطير على الصحة العامة، حيث يؤدي الاكتظاظ ونقص المأوى المناسب وسوء حالة المياه والصرف الصحي والنظافة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية. وأفادت المنظمة في بيان لها بأن عدد المرضى المحتاجين إلى الإجلاء الطبي إلى خارج قطاع غزة من المتوقع أن يزداد نظرا لتقلص قدرة النظام الصحي، داعية إلى إنشاء ممرات إجلاء طبي متعددة خارج قطاع غزة لضمان المرور الآمن للمرضى عبر جميع الطرق الممكنة. أكدت مصر أن أولوياتها الحالية تشمل تحقيق التهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، سعيا لنزع فتيل من التصعيد وإنهاك الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة. وشددت مصر في اتصالات سياسية مكثفة مع أطراف دولية وعربية على أن الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار في المنطقة يتمثل في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل من خلال حل الدولتين، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. حذر مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين من أن تفاقم الأزمة الإنسانية في جمهورية السودان، والتي تؤثر على أكثر من 25 مليون شخص يعانون من شبح المجاع ونقص حاد في الأمن الغذائي. وعرب طيب عن بالغ قلقه إزاء إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف انتشار المجاعة في مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر، وطلب المجلس في بيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لتعزيز جهود الإغاثة وضمان توفير الدعم اللازم من غذاء ودواء ومساعدات إغاثية وإنسانية للشعب السوداني ومنع وقوع كارثة إنسانية أكبر. كما دعا إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب صوت الحكمة ووقف الاقتتال الداخلي وإنهاء الانقسامات وتعزيز روح المصالحة والتضامن بين أبناء الشعب السوداني. أعلنت الرئاسة في بنغلاديش اليوم أن محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام سيرأس حكومة انتقالية بعد حل البرلمان وفرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى الخارج. اتخذ قرار تشكيل حكومة انتقالية برئاسة يونس خلال لقاء بين رئيس جمهورية محمد شهاب الدين وكبار ضباط الجيش وقادة مجموعة طلبة ضد التمييز، الحركة التي نظمت تظاهرات في مطلع يوليو بحسب بيان الرئاسة. وجاء في البيان أن الرئيس طلب من الشعب مساعدته في تجاوز الأزمة، إن التشكيل السريع لحكومة انتقالية ضروري للتغلب على الأزمة. ومنها إلى أوكرانيا، حيث قال سلاح الجو الأوكراني في بيان إنه أسقط كل الطائرة المسيرة التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية وعددها 30 فوق 7 مناطق،
وذكر حاكم ميكولايف في جنوب أوكرانيا أن سلاح الجو أسقط 14 طائرة مسيرة فوق المنطقة، وقال إنه تم إخماد حريقين نشبا جراء الهجوم ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وأفادت السلطات الإقليمية في كييف بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع أهداف صباح اليوم الأربعاء بدون تقديم تفاصيل عن تبعات الهجوم. أعلنت الحكومة البريطانية أن 6000 عنصر متخصص من قوات الشرطة وضعوا في حالة استعداد للتعامل مع أعمال الشغب والتي يقودها اليمين المتطرفة، والتي اندلعت بعد مقتل 3 فتيات في هجوم أدى إلى أسبوع من العنف. وأعلنت الشرطة توقيف أكثر من 378 شخصا منذ بدء المواجهات، مضيفة أن العدد مرشح للازدياد كل يوم ما دام المحققون يواصلون تحديد هويات مثيري الشغب وتوقيفهم. أخبار الرياضة مشاهدينا مع الزميل كريم. شكرا لك سارة، مباشرة إلى الرياضة. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، انطلقت أمس فعاليات النسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي ينظمها الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الثالث على التوالي خلال الفترة من السادس إلى العاشر من أغسطس 2024 في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي. وتستقطب بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين أكثر من 800 لاعب ولاعبة من 45 دولة للتنافس ضمن 3 فئات عمرية، وهي الفئة ألف 16 و 17 عاما، والفئة باء 14 و 15 عاما، والفئة جيم 12 و13 عاما. وقع اتحاد الامارات للجودو اتفاقية تعاون مع نظيره الفرنسي بمقر البيت الاولمبي الاماراتي بباريس على هامش فعاليات النسخة 33 من دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024. وتتضمن الاتفاقية عقد شراكات متنوعة في الجانبين الفني والتدريبي وتطوير الاطقم الفنية، اضافة الى عقد دورات تدريبية وورش عمل فنية مشتركة وتطوير البرامج المدرسية لرياضة الجودو بمشاركة عدد من الخبرات الفرنسية المختصة في هذا الجانب. كما تتضمن إقامة معسكرات لفئتي الرجال والشباب وإجراء برامج تدريب بمشاركة المنتخبات الفرنسية حسب الفئات العمرية المختلفة، واستقطاب عناصر فنية مميزة للإشراف على منتخبات المراحل السنية. تخطى فريق الشباب الأهلي مضيفه سبهان الإيراني 4-1 في مباراة الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة والتي امتدت إلى الأشواط الإضافية، وصى حضورا جماهيريا كبيرا في استاد نقش جهان بمدينة أصفهان بإيران يتأهل الفرسان إلى الدور الثاني من الملحق الآسيوي للقاء الغرافة القطرية يوم 13 من الشهر الجاري في استاد البيت بالدوحة، والتي ستحدد هوية الفريق المتأهل إلى مرحلة دوري النخبة لمنطقة غرب آسيا. حصل نادي ويست هام الإنجليزي على خدمات لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي جيدو رودريغيز ليكون سادس تعاقداته في سوق الانتقالات الصيفية. وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاما والمتوج بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2021 و2024 متوافرا في سوق الانتقالات بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع نادي ريال بيتيس الإسباني. ختام الرياضة، عودة إليك سارة. شكرا لك كريم. مشاهدينا صفحة أخبار منوعة من حول العالم في هذا التقرير. ثار بركان جبل إنت الإيطالي في جزيرة صقلية مما تسبب في تحويل بعض الرحلات الجوية من المطارات القريبة، وانبعثت نوافير الحمم البركانية وظهرت سحب سوداء كثيفة من الرماد والدخان. المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء الجيولوجية وعلم البراكين
أفاد بأن نافورة الحمم البركانية أنتجت سحابة وصل ارتفاعها إلى 10 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر، ويعد جبل إنتا أكبر بركان نشط في أوروبا، وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في جميع أنحاء العالم، ويمر منذ 5 سنوات بفترة نشاط. ضرب إعصار بتصنيف EF1 بمدينة بافالو بنيويورك بحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، وتشكلت دوامة مائية في البداية بنهر نياجارا قبل أن تصل إلى منطقة مركز المدينة. وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في بافالو إن الإعصار تسبب في فقدان كبير لمواد سقف أحد المباني وقلب سيارتين على الأقل، وتم الإبلاغ عن إصابات طفيفة في دار رعاية بحسب إدارة الدفاع المدنية. سيتم طرح سيارة بورش 928 التي ظهرت في فيلم أعمال محفوفة بالمخاطر لتوم كروز عام 1983 للبيع في مزاد بونهامز للسيارة في أمريكا الأسبوع المقبل. وتم استخدام مجموعه 3 سيارات من طراز 928 في لقطات القيادة بالفيلم، مع استخدام تلك المعروضة للبيع في اللقطات الواسعة لعرض السيارة بأكملها. بعد انتهاء فترة استخدامها في الفيلم عادت السيارة إلى كاليفورنيا وانتقلت إلى عدة مالكين وتم تجديدها وإعادة طلائها عدة مرات. ومن المتوقع أن تباع السيارة بمبلغ يتراوح بين 1.1 إلى 1.4 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 1.7 مليون دولار عندما يبدأ المزاد يوم 16 من أغسطس آب الجاري. بهذا الخبر مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار من الإمارات، ونشكر لكم حسن المتابعة. بأمان الله.